طب خلينا نرجع للماتش، السيناريوهات المتوقعه ايه؟ التشكيل المتوقع من وجهه نظرك؟ يعني حتى يعني الاوراق الرابحه في المنتخب، يعني ممكن يراهن ايهاب جلال على مين؟ اتفضل. طيب النهارده في الاوراق الرابحه عندك طبعا احمد سيد زيدو هيبقى بديل لمحمد صلاح في الناحيه، يبدا بزيزو يعني يبدا بزيزو في الناحيه اليمين. عمر مرموش هيبقى موجود، بس هو الماتش الاولاني بتاع غينيا لعب كمهاجم وهمي او مهاجم صريح، المره دي هيلعب على الناحيه الشمال. مصطفى محمد يبدا من البدايه في خط الهجوم. القصه في نص الملعب عمرو السولية اعتقد مش هيبقى يبدا اساسي النهارده، لانه عمرو راجع من اصابه يعني ولعب الماتش اللي فات، فبالتالي انه ممكن ما يبقاش موجود النهارده. حمدي فتحي هو اللي موجود مع امام عاشور مع تواجد محمد مجدي قفشه. طبعا الخط الخلفي ما فيهوش مشكله، محمد الشناوي هيبقى موجود يرجع مكانه في حراسه المرمى بدل ابو جبل. عمر جابر موجود، ولكن في بعض الكلام في الجهاز الفني ان عمر كمال هو اللي شارك، بحيث ان عمر جابر شارك في المباراه الاولى، فبالتالي ندي فرصه لعمر كمال عبد الواحد يبقى موجود في المباراه اليوم. الاثنين المساكين محمود حمد الونش موجود. المفاضله بين ماهر المحمد اللي انضم مؤخرا ومحمود علاء والباك ليفت ايمن اشرف، فده بشكل كبير يعني 90% من تشكيل المنتخب اليوم. عندك طبعا على دكه البولاء عديد من الاختيارات زي ما حضرتك قلت، ابراهيم عادل، احمد رفعت المنضم مؤخرا للمنتخب هيبقى ليه دور، فبالتالي انه ده التشكيل اللي ممكن ايهاب جلال يبني عليه على حسب سير المباراه. بتبدا تغيري واحده واحده في القصه. محمد ابراهيم ممكن ياخد فرصه النهارده في المباراه، احمد حمدي كمان عنده فرصه كبيره جدا ان هو يشارك النهارده ويبقى يظهر بصوره كويسه. لو الماتش يعني على حسب السيناريوهات، احمد عاطف المهاجم ممكن يبقى ليه دور النهارده، فبالتالي انه ايهاب جلال عنده سيناريوهات كتيره جدا، ولكن كل ده حسب سير المباراه. كمان انه الحراره والرطوبه هتاثر بشكل كبير على اداء المنتخب، فالناس برضو ما تنتظرش النهارده من المنتخب اداء فني عالي، فبالتالي انت بتلعب النهارده على انت متارجت ثلاث نقاط، او انك انت ما تخسرش، انك انت بتلعب خارج ارضك، لكن اللياقه البدنيه لن تكون بافضل حالاتها. طيب يعني اللياقه البدنيه لا موجوده، ولكن يعني ما اعتقدش ان هي تبقى بالشكل الكبير، لانه بتفرق الرطوبه والحراره بتفرق بشكل كبير مع لعيب المنتخب يعني. صحيح. في وجود صلاح كان بيحصل انه اللعيبه بتدي الكوره لصلاح وبعدين صلاح هو يصنع اللعبه ونشوف صلاح يعني هيعمل ايه. في عدم وجود صلاح شايف الموضوع هيمشي ازاي؟ واحنا دايما بيبقى عندنا مشكله انه يعني ما فيش حد بيخلص يعني احنا عندنا خط دفاعي قوي سابه كارلوس كيروش، لكن لحد نص الملعب وما فيش حد بيخلص. عندنا مشكله كبيره من ايام كيروش برضه في موضوع التهديف، موضوع التهديف ده قليل جدا بالنسبه لنا، ولكن مش عايزين نبني القصه كلها على محمد صلاح، هو نجم كبير وكل شيء، ولكن الماتش اللي فات ماتش غينيا مصطفى محمد هو اللي جاب الجول مش محمد صلاح، فبالتالي انه ما ينفعش عشان نقول ان محمد صلاح مش موجود فبالتالي انه منتخب مصر مش هيهدف، لا منتخب مصر كبير. لا انا قصدي طريقه اللعب هتكون عامله ازاي؟ طريقه اللعب انت برضه ما كانش يعني ما كنتش بتبني طريقه اللعب على صلاح بشكل كبير جدا، انه مأمنه دفاعاتك، ولكن كان وجهه نظر كيروش في تأمين الدفاعات انه انا عندي خط الهجوم قليل، هو شايف كده بيهدف قليل، فبالتالي انه انا لما امن دفاعاتي وامن نص الملعب اضمن ان انا مش هيخش فيا جون، وعندي افضليه ان انا اجيب جون. صلاح النهارده مش موجود، ووجود صلاح بيخلي اللعيبه في الفرقه الثانيه يعني زي ما قال المدير الفني لغينيا المره اللي فاتت بيوترهم وبيخليهم يركزوا مع صلاح، وده هيكون مش موجود طبيعي، ولكن ممكن يكون عدم وجود صلاح انه فرصه للاعبي المنتخب انه ياخدوا نفسهم اكتر. صحيح. انه مثلا ممكن يكون وجود صلاح في الملعب اللعيبه خايفه من وجود صلاح جنبها في الملعب، خايفه لباس غلط فصلاح يتكلم او الناس تنتقد، لانه طول الوقت الناس مركزه مع محمد صلاح فبتركز مع زملائه بيعملوا ايه، لو في باص غلط راح لمحمد صلاح فالناس بتنتقد، فممكن يكون ده نقطه ايجابيه في صالح لعيب المنتخب ان هم يتحرروا من ضغوط محمد صلاح ويبداوا يركزوا في طريقه لعب ثانيه او في اسلوب ثاني في الملعب غير الاعتماد، لانه طبيعي وطول ما صلاح موجود في الملعب اول حاجه هتفكرها ان انا هبصل محمد صلاح، فخلاص محمد صلاح مش موجود عشان دايما هم يعني ده صلاح اكيد عنده ايوه انا بقول لحضرتك طبيعي صلاح موجود في الملعب، يعني حتى حارس المرمى ذات نفسه اول تفكير ليه بالنسبه له هبصل صلاح وخط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم كذلك يعني، فبالتالي محمد صلاح النهارده مش موجود، فده ممكن يدي حلول للاعيبي المنتخب، خلاص هيدي اريحيه للاعبين ان هو اريحيه بشكل كبير جدا ان انا هقدر العب يعني على اليمين وعلى الشمال واشغل المهاجم يبقى في لعب اكتر محمد يعني. صلاح هو داعم كبير جدا لكل زمايله في اللعب او بره اللعب، بالتالي لا انا مش بقول انه نقطه ايجابيه، ولكن بقول ممكن اللعيبه تاخد غياب محمد صلاح ان نقطه ايجابيه تتحرر من مسؤوليه اكبر عليهم، مسؤوليه اكبر، وعندنا احمد سيد زيزو في يعني مكان محمد صلاح اللي هو الناحيه اليمين عامل شغل يعني صحيح. مميز جدا، واعتقد انه غالبيه المحللين والنقاد والجمهور صحيح. يشيد باحمد سيد زيزو انه هو افضل لاعب في الدوري المصري، فبالتالي انه يقدر ان هو يعني يسد جزء من مكان صلاح يعني.